السلام عليكم، معاكم دكتور حاتم. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن عنصر من العناصر الغذائيه مهم جدا 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 نقدر نديه للطفل على مراحل عمره، بيفيده في حاجات كتير، بيبقى فيه الياف وبيبقى فيه احماض دهنيه وبيبقى فيه بروتين وفيه طاقه وفيه حاجات كتير قوي لو ابنك اتغذى عليه هيستفيد منه فايده كبيره قوي. تابع معايا الفيديو ده هتتعرفي فيه معلومات مهمه. في الاول ما تنسيش تعمل لنا لايك للفيديو وشير وتشترك لنا في القناه لو لسه ما اشتركتيش معانا لحد دلوقتي، وتنزلي تبصي بصه في الوصف تحت هتلاقي كل حاجه عننا، ولو احتاجتي اي حاجه سيبيها في التعليقات وانا احاول ارد عليكي قدر الامكان ان شاء الله. تغذيه الطفل الصح او تغذيه الطفل الصحيه بتبدا من ان انا اقدم له اغذيه مفيده، اغذيه مهمه. وزن الطفل ما يفرقش معانا قوي على قد ما صحه الطفل هي اللي تفرق معانا. في اطفال بيبقى وزنهم عالي بس صحته مش كويسه والعكس. فمهم ان انت تدي الطفل العناصر الغذائيه او الاطعمه اللي بيبقى فيها عناصر غذائيه كتير، بيبقى فيها فوائد كتير. هنتكلم النهارده عن واحد منهم اللي هو جنين القمح او الويت جيرم. جنين القمح او الويت جيرم ده بنقدر نديه للاطفال من عمر 8 شهور فيما فوق. ما بيبقاش فيه مشكله خالص ان انت تديه للطفل في السن الصغير. هقول لك فوائده ايه وهقول لك اضراره ايه وهقول لك الطرق اللي تقدري تقدمي بيها جنين القمح للطفل ده تيجي ازاي بحيث ان انت تاخدي منها اكبر فائده. اول حاجه جنين القمح ده بيستخلصوه من النواه بتاعه القمح، بيبقى فيه فوائد كتير قوي زي ما قلنا، بيبقى فيه الياف، بيبقى فيه احماض دهنيه غير مشبعه، بيبقى فيه بروتين، بيبقى فيه طاقه، بيبقى فيه معادن كتير قوي لدرجه ان احنا كدكاتره بنتكلم عليه ان ده منجم معادن عشان كتر المعادن الموجوده فيه. زي ما قلنا بيبقى فيه معادن كتير، بيبقى فيه حمض الفوليك اللي هو الفوليك اسيد، وبيبقى فيه فيتامين ب مركب الصايمين وفيتامين بي 6 والحاجات ديت. الحاجات دي بتبقى مهمه جدا لتكوين الجهاز العصبي عند الطفل والنمو بتاعه بنسبه كويسه. وبالتالي الطفل اللي بيتغذى على اغذيه فيها حمض فوليك وفيتامين بي بيطلع المخ بتاعه شغال كويس، الجهاز العصبي بتاعه شغال كويس، وبتحسن الذكاء ومعدل اكتساب المهارات والادراك عند الطفل بنسبه كبيره قوي. حتى يعني لدرجه ان هي بتفيد الطفل وهو لسه جنين. الام لو بتتغذى على جنين القمح دوت الفوليك اسيد اللي موجود فيه بيكون مهم جدا لنمو الجهاز العصبي عند الجنين دوت، وبالتالي بيفضل الطفل دوت صحته كويسه وبيتولد بصحه كويسه. تاني حاجه بيبقى فيه معادن كتير زي ما اتفقنا، بيبقى فيه كالسيوم وبيبقى فيه حديد وبيبقى فيه مغنيسيوم وبيبقى فيه فسفور وفيه سيلينيوم. الحاجات دي كلها بتبقى موجوده بتحسن نمو العظم والاسنان عند الطفل. الطفل بيبقى بنيانه كويس، الاسنان بتاعته كويسه، ما بيبقاش عنده انيميا، ما بيبقاش عنده فقر دم. جنين القمح بيبقى فيه فوائد كتير قوي. برضو قلنا ان جنين القمح بيبقى فيه نسبه عاليه من الالياف بتحسن الجهاز الهضمي، بتحسن الهضم عند الطفل. لو طفل عنده امساك او حاجه زي كده وابتدى يتغذى على جنين القمح بيحسن الاخراج عنده بنسبه كبيره، وبيبدا البراز يلين بحيث ان الطفل يعمل حمام بدون صعوبه او بيعمل اخراج بدون صعوبه. برضو جنين القمح بيبقى من الحاجات اللي فيها نسبه بروتين عاليه، فبيأسس العضلات بتاعه الطفل وبيأسس الاجهزه كلها تقريبا بتاعه الطفل وبيحسن مناعه الطفل عشان بيكون فيه مضادات اكسده. ففكره ان انت تدي الطفل جنين قمح ده حاجه مفيده جدا. هقول لك الطرق اللي تقدري تقدمي بيها جنين القمح بحيث ان الطفل ده يستفيد. بس برضو عشان يبقى الكلام كامل، جنين القمح زي ما ليه فوائد ممكن يكون ليه شويه اضرار. اول ضرر بنتكلم فيه ان الحساسيه، في اطفال كتير بيبقى عندهم حساسيه من جنين القمح. فخدي بالك وانت بتدخليه للطفل، بندخله تدريجي، نبدا نراجع علامات الحساسيه موجودة عند الطفل ولا لا. الفيديو اللي فوق دوت هتلاقوا موجود فيه العلامات بتاعت حساسية الطعام، ممكن تراجعوه وتشوفي ممكن يحصل ايه للطفل لو كان اكل عنده تحسس منه. ده يمكن اول ضرر، ان هو ممكن الاطفال يكون عندهم حساسية من جنين القمح. تاني ضرر، الاطفال السيلياك او الاطفال اللي بيبقى عندهم مشكلة من حساسية الجلوتين او الحاجات دي، برضه لو خدوا جنين القمح بيحسن او بيساعد ان المناعة بتاعتهم تقل شويه. بيبقى حاجه مش مفيده ان هم ياخدوا جنين القمح ده، مهم جدا ان هم ما ياخدوهوش. زي ما قلنا ان هو بيحسن المناعه بالنسبه للاطفال، بس الاطفال اللي عندهم حساسيه من الجلوتين ممكن يساعد المناعه بتاعتهم تقل شويه. برضه قلنا ان الفوائد بتاعه الجنين القمح ان هو بيكون ملين، بيبقى فيه الياف كتير وبيخلي الاخراج عند الطفل يبقى كويس. ده لو اتاخد بالحد المعقول، لكن لو انت اديتيه بكميه كبيره شويه ممكن يعمل اسهال للطفل، والطفل الاخراج عنده يكون كتير شويه. خدي بالك ان انت لما تيجي تدي الجنين القمح ده تديه بالمعدل المعقول، بلاش كتير قوي وبلاش قليل قوي، عشان لو خد كتير ممكن يعمل للطفل ده اسهال. دي تقريبا الفوائد بتاع جنين القمح والاضرار بتاعت جنين القمح. تقدري تقدميه للطفل ازاي بحيث ان الطفل يبقى بياخده
وهو مبسوط. ممكن تقدميه في طرق كتيره. ولا الجنين الاملاح من الحاجات اللي طعمها يعني ملوش طعم قوي، يعني ممكن تقدري ان انت تحطيه على اكل مالح، ممكن تقدري تديه على اكل حلو، ممكن تحطيه على اي اكل مش هيبقى فيه مشكله، الطفل مش هيبقى متاذى بالنسبه له. الاطفال الانفه في اكلها كده واللي ما بيحبش الاطعمه كويس بنبقى مش عارفين نديلهم اكل ايه، ياكل ده مش عاجبه ياكل ده مش عاجبه. الويت جيرم من الحاجات اللي طعمها هيبقى مقبول لان هو طعمه خفيف شويه، ممكن تضيفيه على الاكل. يعني ممكن لو انت عامله مثلا فاكهه للطفل ترشي رشه كده من جنين القمح، لو انت عامله اجبان ولا حاجه ممكن برضو ترشي رشه من جنين القمح، لو انت مثلا عامله له اي اكل ممكن ترشي رشه كده من جنين القمح عليه، هيبدا الطفل يتقبل الاكل دوت ويبدا ياكله مش هيبقى فيه مشكله خالص. ممكن تخلطيه بحاجات كتير، لو انت بتعملي له كيكه او بسكوت او اي حاجه ممكن ان انت تضيفيه على الاكل دوت. بالنسبه للطفل هيستفيد منه، الطفل هياكل وهو مبسوط. حاولي تدي الطفل جنين القمح ده من عمر صغير اللي هو 8 شهور فيما فوق، هيساعده ان هو يتغذى كويس، هيحسن المناعه بتاعته، هيفيده في حاجات كتير جدا. حاولي تغذي ابنك صح، هتستفيدي او الطفل ده هيستفيد بنسبه كبيره على مدار عمره، لان تغذيه الطفل من هو صغير هو اللي بيكمل بيها لحد ما يكبر. في الاخر بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، وتشتركوا لنا في القناه وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات الجديده بتاعتنا ان شاء الله، وتنزلوا بصوا بصه في الوصف تحت هتلاقوا كل حاجه عننا، ولو احتجتوا اي حاجه سيبوها في التعليقات وانا هحاول ارد عليكم قدر الامكان. شكرا ليكم.